شارع الحبيب بورقيبه وشارع حسن النوري والمرسى القديم يحرقون العجلات المطاطيه تعبيرا عن احتجاج مواصله الاحتجاج الذي بدا امس على قرار الرابطه الوطنيه لكره القدم بعدم تمكين النادي الرياضي البنزرتي من الترشح الى مرحله التتويج. هناك يعني قوات الحرس الوطني تتدخل الان بالرصاص المطاطي، وايضا هناك ملاحقات من قوات الشرطه فوق اسطح المنازل المحتجين. لو زميلي بالحسن يعطينا الصوره التي هي خلف الان، ما زالت المواجهات الان في شارع حبيب بورقيبه كما قلت والمرسى القديم وايضا شارع حسن النوري. ويمكن ان نقول انه جميع من قابلتهم اليوم في بنزرت قالوا انه هذه المواجهات لن تهدأ الا بقرار يرضي جمعية نادي البنزرت الذين يرونها ان تستحق هذا العبور الى مرحلة التتويج، ويقولون انهم في انتظار قرار من السلطة المعنية لي يعني ينصف النادي الرياضي البنزرتي حسب ما يعبرون له. مصادر ايضا قالت انه وزير الرياضة الان يجتمع برئيس الحكومة في جلسة ربما تسبق اجتماع الغد الاجتماع الحكومي ببادرة من رئاسة الحكومة كما ذكرتم في التقرير لتدارس الوضع العام حول هذا الاشكال الذي حصل في مدينة بنزرت بسبب قرار رابطة كرة القدم. ما يمكن التأكيد عليه الآن أن المواطنون يشاهدون ما يحدث في شارع حبيب بورقيبة خاصة شارع حسن نوري والمرسى القديم من أسطح المنازل، ولكن كل أبواب العمارات والمنازل مقفلة لأنه خشية صدمات بسبب تواصل الاحتجاجات. القرار الرياضي إذن في الانتظار قرار اللي حضراتكم شفتوه ده من ساعة بالظبط، احنا خدناه من قناتنا الجميلة حنا بعل وسجلناه وبعته لنا على طول عبر الأثير، وده كان من ساعة بالظبط. عندنا لقطة لرئيس النادي البنزرتي وهو في البرلمان التونسي النهاردة تعقيبا على قيام أحد المشجعين التوانسة بإحراق العلم، وده أمر صعب قوي قوي، يعني إن أنت تحرق